راحت، باب تسكر. طيب تصنف نفسك من الأوائل في البرنامج؟ اي نعم. رقم كم؟ واحد. وبعدك من؟ بعدك مين؟ اذكر لي خمسة يلا. عبد الله الحربي. اي نعم. رقم واحد عبد الله الحربي. اي نعم. جماهيريا. نعم. ومن الأوائل في البرنامج. نعم. حقك. بعدك منهم؟ سالم جديع. سالم. عندك عبد الإله المري. عبد الإله. محمد مسفر. تمام. سالم الغامض. طيب ناحش نار. محمد ودعاني. انت في البرنامج الان، مو اللي برا البرنامج. خلينا نتكلم عامه ككل، عامه المتسابقين. ايه؟ عبد الله الحربي. اوكي. مناحي. مناحي. محمد الودعاني. شنار. فيصل بن المان. ليش صنفت هذول الاربعه انهم جماهيريا عشانهم طلعوا وصنفت نفسك معاهم؟ ما صنفتهم عشانهم جماهيريا. طيب صنفت المركز الثاني مناحي لان الريالتي. انا ما قلت لك مراكز. انا قلت لك من هو الاوائل في البرنامج. نعم. وجماهيريا في البداية ذكرت لإخوانك اللي في البرنامج. نعم. بس لما ذكرت لك أسماء الباقيين رجعت ذكرتهم مرة ثانية. شوف بالبرنامج أنا ذكرت لك خمس أشخاص في البرنامج. ليش؟ وأنت الأول. وأنا الأول. واللي برا أنت الأول. نعم. من حقك ترى. شوف. نعم. من حق أي شخص. يعني أنا جاي أخذ مليون وأمشي. حقك. نعم. حلو الشخص يحط له مكانه. صح. ويرى نفسه في المكانة هذه. ما أحد يقول لك فيها شيء. أنا كلامي الحين على الأربعة الثانية. نعم. انت ذكرت اربع اشخاص اللي طلعوا. طيب كان ذكرت واحد منهم في البرنامج. طيب انت طلبتني. لا ذكرت اسمك انت في البرنامج. طلبتني من البرنامج. طلبتني برا البرنامج. انا قلت لك الكل. نعم. كان تقدر تقول اسمك وتذكر اثنين من البرنامج وثلاثه برا عادي. اما كلهم اللي برا. بس سؤالك للامانه مو واضح. انت قلت لي نعيد ونكرر عشان الجمهور استوعب. اذكر لي الاوائل الخمسه جماهيريا والاوائل في البرنامج من اللي طلعوا واللي جوا في البرنامج. ما صنف الشخص على حسب جماهيريته. انا صنف الشخص على حسب ما يقدمه. الاوائل يعني. الاوائل عبد الله الحربي. تمام. مناح الرجباني. تمام. شنار الدوسري. الاول عبد الله الحربي، الثاني محمد الودعاني، الثالث مناح الرجباني، الرابع شنار الدوسري، الخامس فيصل بن علمان. فيصل بن علمان الدبلين. ونعم. محمد الودعاني ما شاء الله عليه. راوي قصص. عنده قصائد. الثاني مناح الرجباني. بس صارت له أحداث كثيرة في البرنامج. والله شوف أنا ما. ليش ما تصير لعبد الله؟ كيف؟ ليش ما تصير لعبد الله؟ أتصير لعبد الله؟ إيه الأحداث. كل واحد يمثل نفسه. أنا ماني مكفول في أحد. فهمت علي؟ ماني متكلم مشاكل شخص ولا شخص. أنا أهمي عبد الله. صارت له أحداث كثيرة. ليش ما صارت لعبد الله؟ ما أدري. شنار صار له حدث. أنا ليش ما صارت لعبد الله؟ حلو. أنا حطيت محمد الودعاني. ولا الحدث اللي اليوم عطوك إياه كان كويس. الدباب. أنك تروح وتصدم. الحمد لله على السلامة والله. الله يسلم. يعني ليش ما أخذت أحداث؟ لا هذا أنا ما صنفتهم على أحداث ولا أشياء صارت لهم. أنا صنفتهم على مواهبهم اللي تعجبني. فهمت علي؟ محمد الودعاني من الناس اللي يقول قصص تعجبني. صريح. إلا هنا. لا هذا أقول لك أنا مواهبهم اللي تعجبني. حقك يا عبد الله. حقك رأيك واحترمه. حلو. احترم رأيك. بس انا كنت اتمنى انك تكون صريح. بس انا هذا صراحتي. جميل. محمد الودعاني انه راوي قصص وقصائد تعجبني. القصائد اللي ينقلها تعجبني. مناحي انسان كوميدي وانا اذا كنت حزين ولا شيء يسوي اشياء تضحك واشياء استمتع فيها وفقرات اشياء ممتعه. شنار صوت ما شاء الله جميل. جميل. يطربنا بكل ما جلسنا فاضين اطربنا بصوته الجميل. فيصل بن علمان ما في موضوع اتناقش انا وياه فيه ولا اسولف فيه الا جاب لي قصيده. لو اتكلم عن الام جاب لي قصيده عن الام. فهذه موهبه ما شاء الله تبارك الله. وكلهم اللي صنفتهم بالخمسه الاوائل موهبهم تعجبني. فعشان كذا انا صنفت. بس انت الاول. نعم انا الاول. ما اقدر اقول شيء صراحه لان الاربعه اللي صنفتهم يعجبوني. طيب احب اشرب من كل شخص. خروجهم. نعم. سبب ضعف للبرنامج. ما سبب ضعف بس هم احد ركائز البرنامج. والباقيين. الباقيين ونعم فيهم لكن احنا يعني متعودين اجواءنا يعني معهم. يعني عندك كم متسابق ما شاء الله. حلو. تمام.
وأنا هذه دائما رؤيتي أبو كاتم حلو. من الحين إلين 2030 حلو. المتسابق اللي على الشاشة هو ركيزة من ركائز البرنامج. نعم. تصنف هذوليك الخمسة ونعم فيهم أو الأربعة. طيب هذولي ومن ضمنهم بعد، بس ما صنفوا الخمسة الأوائل. أنا صنفت الخمسة الأوائل اللي أنا أفضلهم، اللي مواهبهم تعجبني. في منافسين لهم، في منافسين لهم، كل شخص ذكرت اسمه في منافس له، فأنا اخترت الناس. أنت من المنافس لك؟ ما في أحد منافس. والله قوي. والله ما في أحد منافس. أما الأول ولا بلا البرنامج كله. متفائل بالأول. بإذن الله. طيب.